الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Okay, Surah Nas, you first. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min shadril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan. Okay, the only thing, do not forget the ikhfa. Don't say min sharri. Min sharri. Okay? All right, go ahead. Next surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharri nafathati fil uqad. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Good, next. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. قُلْ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Good, next surah. تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Good, next surah. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Good job. Next surah. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ما عبدتم ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الرحمن الرحيم إن أعطي إن فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Okay, just remember again, sometimes you have to fill your mouth with the ra, right? If a fatha comes before the ra and you're stopping on the ra, أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. The ra is filled. إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Raw has to fill up. Next. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ara'aytal ladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim. Yad'ul yatim. Yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala yahuddu bad. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Good job. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف. Now هم من خوف. ميم ساكن. Then this ميم came after it. So you gotta nasal and everything. Take your time. 2 seconds. Next surah. الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة على الأفئدة على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Okay, these tas at the end, they change into hers on this surah. So the her is a chest letter. If you don't feel your chest when you're saying her, then you're not saying it correctly. Same as the throat letter. If you don't feel your throat when you're saying the ha and the ayn, then you're not saying it correctly. So her sukun is what? What is the sound of her sukun? If a her has a sukun, what is going to be the sound? Okay. So, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. Like that. Right? Her is the exception. Her, it comes from the chest area. Right? Okay, next surah. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر وليالي والعصر. You're thinking of والفجر. Think of والعصر. إن الإنسان لفي خسر. He's got it. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Good. Let's go. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين تنون الدين علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين عين اليقين عين اليقين يقين وتنونة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Okay, good. Next. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالأحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Good, next surah. Okay, go ahead. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات سبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في إذا بعثر stretch it there's an alif بعثر ما في الحصول ما في وحصل وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم إن ربهم بهم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. Okay, you don't have to go fast. You just have to be clear and you have to be correct also. But at least try to be clear. And to be clear, if you go too fast, then you mix up. It's a mix up. Okay? And every word that you say, you have to put some confidence behind it, some power behind it. That doesn't mean you yell or you scream, right? It just means that your pronunciation is on point and it is clear. It is clearly on point. So, لم يكن الذين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة دين البينة قيمة okay you continue إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك أبدا رضي ديفهم أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. Now the Surah Bayyinah is the first indication for you that you need to do revision. But the beauty of it, if you start with Surah Bayyinah and you do revision on Surah Bayyinah, everything else is easy. When I was three, the first surah I tried to memorize was Surah Bayyinah. Why? Allah knows best. I don't know. My mother told me the story. Right? But later on, when I was in HIFS class, the biggest problem that I would have would be Surah Bayyinah. And I was so afraid to read it. Like when you're reading like this, I was so glad when it would skip over me and it would go to somebody else. But one day it fell on me. So I had to read it. And then I understood that as long as you get Surah Bayyinah, all of the other surahs are going to fall in place. Laylatul Qadr. Bismillahir Rahmanir Rahim. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ إِظْهَار تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ Okay, go ahead, اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك علم الإنسان ما لم يعلم. Is it written on her face somehow? You keep looking at her. Go ahead, continue. كلا كلا إن الإنسان لا يطغى كلا إن الإنسان لا يطغى Both of you together. الرآف استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية الله أكبر التين والزيتون بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فهدى. Just remember, فأما اليتيم. You gotta stretch the زياء after the تاء. Okay, يتيم. You ready, mister? الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتهم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد من نعمة جزاء إلا ابتغاء وجه رب
Okay, you're going fast, which is, again, if you're trying to memorize, it's recommended. She said, yeah. It's recommended to go fast to help you build speed. But when it comes time to retaining it, keeping the Quran, take it easy, easy, easy. And just maybe last weekend, I found one boy reciting Quran very fastly, very fast. And he said he wanted to finish the Quran in 4 days. That's why he was reading this fast, which is a very popular practice, to finish the Quran in 4 days. So I had to ask him. I said to him, how long does it take for you to read one quarter of the Quran? How many hours does it take one who memorized the Quran to read one quarter of the Quran? You'll be surprised. 3.5-4 hours. Yeah, it doesn't take that long. So you can separate it throughout the day. As long as you're consistent in your discipline, you can do the 3-4 hours, no problem. But do it with the remembrance of Allah at its core. Do it in reflecting upon Allah. The Quran is revealed for us to enjoy, for us to feel secure, for us to feel comfortable, for us to feel the blessing and the mercy of Allah. That's why the Quran was revealed. If you keep reading it fast, you're going to choke yourself. You're going to put a burden on your shoulders. You're going to give yourself a headache. And I said to him, how long have you been a hafiz? When did you finish the Quran? He said, about 4 years ago. I said to him, and how many taraweeh, Ramadan, have you led? He said, ever since then. I said to him, how many Ramadans did you get sick? And he thought about it. Every single Ramadan he got sick because of the way he's practicing revising the Quran. And it's common. It's very, very common. There's not a single person who reads the Quran without taking into consideration its mercy and the reward, except that they get sick because they're treating it and revising it in a way they were never given the authority to do so. They're hurting themselves reading so much, so much, so much, so fast, so fast, so fast, without enjoying its blessing. So what did they get in return? They got a hardship, a headache, and they became sick. You become like, ask anybody who leads the Salat, especially the young boys, you know. They don't read. Like, if you're going to keep the Quran, you need to learn how to keep it with ease, with comfort, you know, with pleasure. Don't learn how to keep it just by reading it fast, because you're going to turn yourself into almost like a zombie. Yeah, I did not read as much as I wanted to read today because I didn't go so fast. And then you start feeling worried and that's it. You get sick. Okay, so now, surahs you have to work on. Tajweed, we need to work on the sounds of Tajweed, right? All right, let's do that.